محاسب بنفس المكان هنا مستر ملاك. انا قاعد جوا الاستاذ جورج بنشتغل على المكتب بتاعي، اللي فجاه سمعت صوت بيقول في ايده سلاحه بيقول اوه حد يتحرك من هضرب في المليان على طول. انا طبعا انا راجل كبير في السن ما اقدرش اقاوم، خدت بعض طلعت اجري لجوا انا والاستاذ جورج، طلعنا لقينا فضل استاذ ملاك مش بس هذا كل اللي نعرفه. طب ما تعرفتش على حد منهم؟ لا ما تعرفتش طبعا ما اعرفش. مجد مجدي زغلول اخو ملاك زغلول. اللي حصل ان ملاك اتاخد النهارده الساعه 10 ونص. هو السؤال هنا مجدي، ملاك ليه عداوه او في مشاكل مع حد؟ ملوش مشاكل مع اي حد، مع اي انسان ما عندوش اي مشاكل مع اي حد، ما فيش حد متضايق منه، حد في خصومه بينه وبين اي انسان، في مشاكل مع تجار تاني، دي التعاملات العاديه بتاع التجار، عمره ما كانش في مشاكل ولا في اي حد. لكن في أي يعني في يعني سبب الخطف النهارده في سبب انت تعرفه مثلا؟ عشان هو تقريبا سبب معروف، عشان فلوس، عايزين فلوس. طب انتوا تلقيتوا اي اتصالات من اي حد؟ لا لغايه دلوقتي لا. طب انتوا بتناشدوا بايه؟ بالنسبه للامن؟ مش بالامن، نجيب اخويا بس. دي من بهيج سيحه ناجي حمادي، والنهارده اللي حصل اخو زوج بنتي الاستاذ ملاك زغلول تدرس، كان قاعد في المكتب ده على الكرسي اللي انا قاعد عليه ده حاليا، وطبعا جوا مجموعه حوالي خمسه منهم كانوا على الاقل ثلاثه مسلحين، واثنين دخلوا المحل خطفوا ملاك على طول وخدوه في الميكروباص ومشوا بيه. الكلام ده كان حوالي الساعه 10 ونص الصبح النهارده، يعني النهارده في النهار. واحنا بلغنا طبعا اسم الشرطه ويا البحث الجنائي، وادينا اهو ادينا منتظرين رحمه ربنا، يعني بنقول يا رب ان هو يرجع لنا بالسلامه. لكن بصراحه يعني في ملحوظه صعبه للغايه. الملحوظه دي بين قوسين نقول كده ان كنا نامل ان الوضع يحصل فيه انضباط، الامن يزيد، ولكن العجيب اللي حصل في الواقع النهارده ان اللي دخلوا المحل مش ملسمين، يعني حتى وكان في حاله فجور، وكان ان انا داخل اخطف بني ادم ومش خايف منك، ومش خايف منك، وهو اكيد متوقع ان كل مكان زي كده فيه كاميرات بتصور، ولكن مش ملسمين وشكلهم باين، وده معناه يعني صعب للغايه ان ناس مش ملسمين وفي في في وضح النهار، يعني في ازحم شارع في مدينه نجا حمادي، وياخدوا كده يدخلوا يمسكوا بني ادم، يبقى كده باجي ان المرحله اللي جايه هتكون بالظبط كده اللي هقوله لحضرتك، ان هيخبطوا على البيوت واللي عايزينه هياخدوه كده يعني بالسلامه بدون اي مقاومه ولا اي حد ولا اي خوف ولا اي يعني ما فيش خوف من اي شيء. فباجي المرحله اللي جايه ان هم يخبطوا على بيوت الناس واللي عايزين ياخدوه كده بدون اي مقاومه ولا بدون اي مشاكل. فاحنا في مشكله، بنقول كده عايزين يعني طب نقول الامن يعني مسؤوليه عليه. الواحد شايف يعني حال البلد والامن الله يكون في عونه، ولكن برضه دي مسؤوليته ان فين الامن وفين عربيه الشرطه وفين دوريه الشرطه؟ مفيش. يعني ان حاله الاجرام تزيد وتوصل لمرحلة ان في واضح النهار الساعة 10 ونص الصبح وناس مش ملسمين عشان حتى يعني يخفوا اشخاصهم، ده معناه ان ده 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 وصلوا لمرحلة من الجرأة ان هم يعني خلاص البلد كده مستباحة تماما، لا عايز تخطف اي حد في اي وقت خلاص براحتك،